بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي معاكم ولادي دلوقتي مراجعة الفيميل جينيتال سيستم. الفيميل جينيتال سيستم زيه زي الميل جينيتال سيستم، في انترنال او انترنال جينيتاليا وفي اكسترنال جينيتاليا. الانترنال جينيتاليا اللي هي تو اوفرز، اثنين فالوبيان تيوب، يوترس، فاجينا، واكسترنال جينيتاليا اللي هي كليتوريز وليبيا ميجورا وليبيا مينورا. ادي الجزء اهو في الاناتومي، ادي اليوترس وبعدين معاه الفالوبيان تيوب، وادي الاوفري فالوبيان تيوب اهي والفاجينا، كل ده انترنال. من بره بنلاقي الجزء ده. احنا هنتكلم دلوقتي على الاوفري. الاوفري زيه زي اي جلاند، ليه ستروما وليه بارينكيما، بس هنا الاوفري فيه ميزه انه متغطي بسيليوم على السطح الخارجي. كانوا في اعتقادهم زمان ان هو ده مصدر الاوفم فسموه جيرمنال ابيسيليوم، لكن بعد كده لو انه ملوش علاقه بالاوفم خالص فاضطروا ان هم يحتفظوا بالاسم، لكن قالوا ان هو ملوش اي دعوه بالجيرمنال ابيسيليوم. تحتها بلاقي فيه طبقه بيضاء بسميها تيونيكا البوجينيا، هي دينس كونكتيف تيشو، تحت على طول الجيرمنال ابيسيليوم، وهو ده بيدي اللون الابيض للاوفري. الاوفري ليه كورتكس وليه مضله. كورتكس مليان اوفيريان فوليكلز معاه استروما. ايه هي الاستروما؟ كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبرز موجوده بين الاوفيريان فوليكلز. طيب وبلاقي مين اللي بيطلع الكونكتيف تيشو سيلز كونكتيف تيشو فايبرز؟ الفايبرو سوري مين بيطلع الفايبرز؟ الفايبروبلاست. طيب تحت بقى المضله لقوا هي ذا موست انر بارت اوف ذا اوفري، لقوا يتكون من لوز فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو، معاه بلاد فيزلز، معاه ليمفاتيك، معاه نيرفس جوه الاستروما، ولقوا في خليه، الخليه دي بيسموها هيلر سيلز، هي مسؤوله على تخريج الاندروجين او التستوستيرون، زيها تشبه لايدك سيلز في الميل. تعال بقى للاوفيريان فوليكلز. الاوفيريان فوليكلز هي مجموعه من الفوليكلز التي تحيط بالاوفم، لقوا منها واحده بنسميها بريموديال، ثانيه يعني يوني لاميلر، ثالثه مالتي وسكندري وماتيور فوليكلز. هنا مكانهم فين؟ احنا متفقين ان هم اهو، هنا لو بصينا هنا ادي القشره الخارجيه اهي تيوريكا البوجينيا، تحتها على طول بريموديال فوليكل اهي، شايفهم صغيرين خالص وعددهم كتير، لكن اللي بتوصل واحده بس من المجموعه دي، ده اللي هو عندنا في الفيميل. فهنا البريموديال فوليكلز بتبتدي تكبر وتديني برايمري فوليكل، وهنعرف دلوقتي الخواص بتاعتها، تديني سكندري فوليكل وتديني الماتيور فوليكل. كل ده انا ماشي فين؟ في الكورتكس. تعالى بقى نتكلم على البريموديال فوليكل اهي الصغيره دي، ادي الاوسايت اللي هي مين؟ اللي لونها برتقالي، حواليها طبقه من الفلات سيلز بس فقط لا غير، وتسكت. دي بنسميها الفوليكولار سيلز. يبقى البريموديال فوليكل هي برنسبل فوليكل موجوده ات ذا بيرس، وموجوده برضو بعد البيوبرتي تحت التيونيكا البوجينيا لما شفناها في الصوره الاولانيه. الاستراكشر بتاعتها شوف بقى ايه، برايمري اوسايت وسنجل لير اوف فلاتند فوليكولار سيلز بس وتقف. يبقى هي برايمر اوسايتس ومعاها صف واحد من الخلايا. الخلايا ديت تفصل عن بره بممبرين بسميها بروميننت بيزل لامينا. الخليه دي بقى لما نيجي نشوفها الصفات بتاعه الاوسايت اللي هي برايمري، حجمها 25 مايكرون، خلي بالك من الحجم هنا عشان هحتاجه بعد شويه. النيوكليس لارج وجانبيه، والسيتوبلازم فيه ميتوكوندريا وجولجي زيها زي اي سيل. بتشتغل مع البيوبيرتي اندر اف اس اتش اللي هو الفوليكولار ستيمليتنج هرمون علشان تخش في مراحل تكوين الفوليكل. تعالى لتاني واحده بنسميها يوني لاميلر برايمري فوليكل. يوني لاميلر برايمري فوليكلز هي بقى ايه؟ ارجع للصوره بتاعتي معلش تاني، هنا الصوره هنا اهي. يبقى هنا حصل ايه؟ ادي الاوسايت اللي هي كانت فوق معاه اللي هي برايمري زي ما هي، وادي الفوليكولار سيلز اللي كانت فلات اصبحت كيوبويدا، بس هنا 1 لاير من الفوليكولار سيلز، خلي بالك 1 لاير، وشويه الكونكتيف تيشو اللي هو بره ابتدى يحصل له كوندنسيشن شويه حوالين الفوليكل، فادتني برايمري فوليكل. بس هنا الفوليكولار سيلز كام طبقه؟
طبقة واحدة، فعشان كده سميناها يوني لامينار برايمر فوليكل. يعني في واحدة تانية لها اسم قال لك مالتي لامينار برايمر فوليكلز، ادي الاوسايت حواليها ممبرين الزونا بيلوسيدا اللي هو الاخضر ده، وبعدين الاقي الفوليكولار سيلز زادت في الطبقات بتاعتها، فعشان كده بسميها مالتي لامينار برايمري فوليكل. وابتدى الكونكتيف تيشو اللي بره يحصل له كوندنسيشن عشان اديني سيكا فولوكيولاي. يبقى سيكا فولوكيولاي هي شويه الكونكتيف تيشو من الاستروما. بص معايا هنا، حجم الاوسايت زاد 25 مايكرون، دي هتبقى حوالي 50 مايكرون، يبقى هنا ديت الاوسايت. تعالى بقى للسكندري فوليكل، الحجم زاد اكتر والفوليكل زادت في الحجم، توصل لحوالي 125 مايكرون. هنا ادي الاوسايت اللي هي برايمري اوسايت، حواليها الزونا بيلوسيدا اللي هي الخضراء، وبعدين حواليها فوليكولار سيلز اللي هم هسميهم جرانيولوزا سيلز. بقى هنا هغير المسمى وسميها جرانيولوزا سيلز. تبتدي الليرز دي تكبر، لكن البلاد فيزلز بره هنا والاوفم عايز نيوتريشن، فبيحصل ايه؟ كافيتيز، بحيرات صغيره، تجويفات صغيره تتملي باللوكر فولوكيولاي اللي هو هيدي نيوتريشن لمين؟ للاوسايت. يبقى هنا البحيرات الصغيره دي متفرقه في كذا كافيتيز في الجرانيولوزا سيلز. طب بعد كده الاقي البازمنت ممبرين والثيكا فولوكيولاي سيلز ابتدت تديني تو لير، ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا، اهي اللي هي ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا. طيب تعالى للماتيور، الاوسايت زادت بتوصل حوالي حجمها ل 2 سم، ويحصل لها بلج في الاوفر، يعني شوف سطح الاوفر ماشي 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 هوب، ويحصل لها ديت اللي برزت على الاوفر بتاعتك. هي ادي الاوسايت، هنا بقى بسميها سكندري اوسايت، حواليها الزونا بيلوسيدا اللي هي الخط اللبني ده. لقينا بعدها مجموعه من السيلز، مجموعه السيلز اللي هي ملامسه على طول للاوسايت بسميها كورونا رادياتا التاج، وبعد كده العرش بتاعنا اللي هي كوميولاس او اوفيرس اللي هي مجموعه من جرانيولوزا سيلز بتعمل تلاحم لها مع جرانيولوزا سيلز اهي، والكافيتيز اللي كانوا صغيرين دول تتحد مع بعض وتديني وان انترام يتملي بالفلويد اسمه لوكار فولوكيولاي. وثيكا تنقسم الى ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا. تعالى بقى نقرا الكلام ده، احنا قرينا البريموديال، تعالى نقرا اليوني لاميلار برايمري فوليكل. يبقى هي دخلت شويه دي في الكورتكس تحت الاف اس اتش، الاوسايت بتزيد، الفولوكولار سيلز بيحصل لها زياده في الحجم وتبقى كيوبويدال سيلز، بس خلي بالك هي يوني لير سنجل لير، خلي بالك فبد الممبرين جديد بيظهر الزونا بيلوسيدا ده ممبرين مع الاضاءه يديني زغلله بقول عليه ريفتراكتايل ايزونوفيليك ممبرين حوالين الاوسايت. المايكروفيلاي من الاوسايت وسيتوبلازم جورسيز من الفولكولار سيلز انفيد زونا بيلوسيدا، يعني ايه دي؟ ارجع عليها في الشرح بتاع الفوليكلز. فبنلاقي بعض المايكروفيلاي من الاوسايت تتوصل للفولكولار سيلز عشان تاخد نيوتريشن من خلال. طب المالتي لامينار تحت برضو الاف اس اتش، الايوسايتس بتزيد في الحجم تتحول محاطه بالزونا بيلوسيدا، جرانيولوزا سيلز بروليفيريت وتبقى اوفويد ان شيب، وبتظهر كذا كافيتي صغير سنجل كافيتي واحد ممكن يتملي باللوكر فولوكيولاي، تبتدي الخليه او الاوسايت تحاط بكورونا رادياتا، تقعد على العرش من جرانيولوزا سيلز بسميها كوميلاس اوفيرس، علشان الاقي ان منطقه الثيكا تظهر اللي هي فاسكولار ثيكا انترنا، وفي حاجه اسمها ثيكا اكسترنا من الكونكتيف تيشو، لكن الانترنا هي اللي فيها البلاد فيزلز وبتطلع الاستروجين. السيلز اللي هي بتاعه الفوليكولار سيلز لها ستيرويد سيكريتنج سيلز فيها اسموس وميتوكوندريا وستيوبرا كريستال، لانها هتطلع السوليد سيلز اللي موجوده في الثيكا انترنا، السيلز اللي موجوده في الثيكا انترنا عشان هتطلع الاستروجين. بتبتدي الثيكا انترنا سيباريتد من جرانيولوزا بممبرين بسميه جلاسي ممبرين. ايه المرحله بتاعتها؟ انها كل وان سايكل بتطلع وان فوليكل جرو، وتكمل بقى الايه المرحله بتاعتها ليه؟ طب والباقي يخش في حاجه بنسميها فوليكولار اتريزيا، هنعرفها بعد شويه. ماتيور جيرفن فوليكل زي ما شفناها حجمها كبير تحت تاثير هرمونات اللوتونايزنج هرمون والفوليكولار ستيمولاتنج والاستروجين، وماتوريتي بتاخد من 10 ل 14 يوم لها.
السايت او السايز طبعا بتزيد، بتوصل ل 2.5 سم اللي ليها ممكن كان ديتكتد بالسونار. اقول للفيميل عندك انت داخله في مرحله التبويض. الاستراكشر زي السكندري فوليكلز بالظبط اللي هي موجوده مالتي لامينار فوليكل. السيكا انترنا بتطلع الاستروجين تمام، وده بيساعد على تحضير الاندومتريوم اللي هو بتاع اليوترس علشان يستقبل فيرتلايزد اوفا. طب الماتيور فوليكل يا مثلا لها الرابتشر ويعمل اوفيوليشن. طيب لو الفوليكل ما كملتش المرحله بتاعتها بيحصل لها ديجنريشن، بسميها فوليكولار اتريزيا. هي ان الفيميل بتتولد بحوالي 600,000 فوليكل، لكن ال 500 بس بيكملوا اثناء البيريود بتاع الحياه بتاعت الفيميل، والباقي اندر جو فوليكولار اتريزيا. 99% من الفوليكل في المراحل دي يحصل جو ديجنريتيف تشينج، بنسميها اتريتيك فوليكل. ايه هي اللي بيحصل؟ انا كان عندي الاووسايت، فالاووسايت بتموت تمام. طب ليه هي بتموت الاتريزيا؟ بقول لك ان كان اثناء هي في الفيميل وهي في الرحم تحت تاثير الهرمونات بتاعه مامتها، تحت ماتيرنال هرمون، فالهرمونات بتاعه المذر هي اللي بتتحكم في الفوليكل. اتولدت فالتاثير بتاع المذر هرمون مش موجود، فحصل لها ايه؟ ديجنريشن للاتريزيا. طب اثناء البيوبيرتي والبريجنانسي، طبعا المراحل بتاعه البيوبيرتي في عندي منستروشن مفيش هرمونات، فبيحصل ديجنريشن للفوليكل. طب حصل بريجننسي، الهرمونال سبورت برضو مش موجود، فيحصل اتريزيا للفوليكل. الاووسايت بتموت، وقف الميتوزيس او جرانيولوزا سيلز ما تكملش مرحلتها. البيزال لامينا يحصل لها ديتاتشمنت ويحصل له هايلينايزيشن، يحصل دس للاووسايت. الماكروفاج تيجي تنظف تخش كولاجين فايبر وتكون سكار، ولكن السيكا انترنال سيلز ممكن تحتفظ تحت مسمى انترستيشال سيلز وتطلع ار اكتيف ستيرويد سكريشن ستيميوليتد باللوتونايزنج هرمون، يعني هتطلع بعض ستيرويد هرمون اللي هو تحت تاثير اللوتونايزنج هرمون. طيب حصل اوفيوليشن، بريشر جوه ويكنس بره، يعني هي الاثنين مواسيه لبعض، فهي ان الماتيور فوليكر رابتشر، فتطلع مين؟ السكندري اوسايت محاطه بالكورونا رادياتا محاطه بالكومولاس سيلز. دي بتاخد مرحلتها في المنستر سايكل، في نص المرحله بتاعت المنستر سايكل. تحت تاثير اللوتونايزنج هرمون بكميه كبيره وهاي ليفل من السيركيوليتنج استروجين، بلاقي البلاد فلو زاد للاوفري، يعمل لي شويه انتفاخ فيها إديمة. جرانيولوزا سيلز هتطلع هايلورونيك اسيد، وده يزيد البريشر جوه الليكوير فولكولاي، يعني الانترم تبتدي تتملي بالفلويد، ده زاد البريشر جوه. في نفس الوقت حصل ويكنس بره بالكولاجينيز وطلع هيستامين وفازوبروسين، بريشر جوه ويكنس بره اللي هي بنسميها ستيجما منطقه الويكنس دي، فبيقلل البلاد فلو منطقه، هوب يحصل الرابتشر وريليز للاووسايت. العمليه ديت اول ما يحصل رابتشر الاوفم كونتينوس الفيرست ميوتيك ديفيجن، وتديني في الاخر اللي هو سكندري اووسايت فيها 1 ان و 2 ان كابيتال، يعني فيها عدد الكروموزومات 23 و 2 دي ان ايه، ويطلع الفيرست بولر بودي. العمليه دي هتكمل بقى بالمايوزيس في افتر فيرتلايزيشن تمام اهي، يعني بتخش في الميتافيز اثناء الفيرتلايزيشن. طيب انا لما طلعت الاووسايت وحواليها كورونا رادياتا وكومنس اوفرا، سبت جرانيولوزا سيلز وسبت سيكا انترنا وسيكا اكسترنا، تتحول الى مسمى اسمه كوربس ليوتيم. كوربس ليوتيم يعني الجسم الاصفر، هو اندوكراين. ليه؟ هنشوف دلوقتي هطلع بروجسترون واستروجين. حصل ايه؟ تحت اللوتونايزنج هرمون جاي من البيتيوتري، حصل الاوفيوليشن، الفوليكل رابتشر، فالوول بتاع الفولكل كولابس يروح مكرمش ويحصل انفولدد، ويحصل نتيجه نقص البريشر ويتحول الى يولي بودي ومليان ليه، مليان اللايبوكروم
او لوتوناين بيجمنت. لقينا تو تايبز من السيلز ظهرت بقى جرانيولوزا اللي هي كانت موجوده في الفوليكل لا تتحول هنا الى جرانيولوزا لوتيان سيلز. بتاخد كاركترز بتاعت الاستيرويد عشان تطلع البروجستيرون وريلاكسين. طيب ثيكا سيلز انا كان اوريدي بتطلع استروجين لا هخليها برضو تطلع معاها شويه بروجسترون واندروجين واغير المسمى الى ثيكا لوتيان سيلز. اهي ادي الاوفام حصل رابتشر فاداني الكرمشه الفوليكل سيلز رابتشر واداني الكوربس لوتيان. طيب ايه انواع الكوربس لوتيان؟ اول ما بيحصل انفجار للكوربس لوتيان بسميها كوربس لوتيان هيموروجيكام. يعني ايه هيموروجيكام؟ اللي هي اخر واحده دي يعني في بلاد هيظهر معاها. طيب حصل بريجنانسي ما حصلش بريجنانسي وحصل المنستروشن فبتكمل معايا الكوربس لوتيام وتبتدي تطلع الهرمونات برضو تساعد على ديفلوبمنت المين للاندومتر. ما حصلش ونزلت المنستروشن تروح تموت وتحول الى كوربس البيكانس. طيب بتاعت البريجنانسي بقى بتزيد في الحجم مور استروجين مور بروجستيرون دناها لحد الشهر الرابع يبتدي البلاسينتا تظهر هي توقف بقى شغلها وتتحول الى كوربس البيكانس. مهم جدا الكوربس لوتيان من الموضوع المهم. طيب احنا كده خلصنا الكورتكس بانواع الفوليكل والكوربس لوتيان فيها. طب دخلنا للمظله احنا قلناها قبل كده وفيها هيلر سيلز يعني مش محتاجين لها. تعالى بقى نشوف الاوفيدكت هي انبوبه بتوصل الاوفم من الاوفري الى اليوترس لوت لها تلات اجزاء جزء قدامي هنا بسميه فيمبريا اللي هو الجزء ده حصل فيه جزء منتفخ بسميه امبولا وجزء ده بسميه ازمس يبقى فيها لها تلات اجزاء الانتراميورال اللي هو جزء في الوول بتاع اليوترس ده اللي هو انتراميورال في ازمس اللي هي طويله امبولا الانتفاخ انفاندجمنت كلهم فيهم ميكوزا ماسكولوزا سيروزا. الميكوزا الابيسيليام سيمبل كولامينار ابيسيليام يا اما سيليتد يا اما سيكريتوري. سيليتد ليه؟ علشان السيليا هتعمل موفمنت للاوفم وموفمنت للسبير. طب والسيكريتوري ليه؟ بسميها بي اي جي سيلز او بيج سيلز دي بتطلع ميوكاس سكريشن تساعد على النيوتريشن للاوفم وللسبير واذا علشان السيتوبلازم بتاعها مليان ار اي ار وجولجي وميتوكوندري. ادي التميز الميكوزا هايلي هايلي فولدد ده بنشوفها في العملي. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ انها بتدي نيوتريشن للزايجوت والسيليا بيساعد على ترانسبورت كابسيتيشن يعني تشيل بقى الدي كابسيتيشن الفاكتور اللي كان طلعته البروستات وتطلع هنا السبيرم تخليه عنده المقدره للفيرتلايزيشن مع الاوفر. بعد كده بعد الابيسيليام لامينا بروبريا شويه كونكتيف تيشو وبعد كده الماسكولوزا اللي فيه انر سيركولار واوتر لونجيتودينال ده بيلعب دور في الموفمنت للاوفم ناحيه اليوترس. السيروزا كونكتيف تيشو كفرد باي سيمبل سكويموس ابيسيليام. طبعا التيوب هي ميديا للفيرتلايزد اوفم وعرفنا الموفمنت لها ونيجي بقى موضوع تاني اللي هو اليوترس. اليوترس ليه فاندس وبودي وسيرفكس تعالى فيهم ثلاث طبقات في الهيستولوجي اندومتريم مايومتريم بيريتونيم بيريمتريم بيريتونيم غلط مش بيريتونيم بيريمتريم بيريمتريم اسف. الاندومتريم اهو المنطقه اللي قدامي دي مليانه السيرفيس بتاعها الاقيه في صوره لها لا مفيش صوره لكن تعالى هنا هو بنلاقيه فيها تو تايبز من الابيسيليام سيليتد وسكريتوري زيها زي الفالوبيان تيوب وتحتها طبعا من اللامينا بروبريا بتبتدي تظهر فيها يوتراين توبيلار جلاندز اللي بنسميها يوتراين جلاندز. بين الجلاندز وبعضها لقينا كونكتيف تيشو بسميها ديسيدوال سيلز او سترومال سيلز شويه ريتيكولار سيلز وكولاجين فايبر وبلاد فيزلز وليمفاتيك. ايه انواع اللايرز بقى للاندومتريوم؟ قال لك في طبقتين من الاندومتريوم في الصوره دي اهو. الطبقه اللي فوق دي بتقع اثناء المنستروشن اللي هي دي فوق الخط المنقط ده دي بتقع اثناء المنستروشن. تعال نشوف فيها ايه. فيها جزء كبير قوي من اليوتراين جلاند ومعاها ارتريز واخد شكل سبايرال ان شيب تمام و
الديت اندر هرمونال كنترول، يعني نوت بيرمننت، مش موجوده بس مره ده هي بتظهر اثناء الشهر وتختفي اثناء الشهر، فبنقول عليها تيمبوراري. يعني بتتاثر بالهرمونز، يس تاثيرها للهرمونز كتير قوي. هنا المنطقه دي بيحصل لها شيد اوف، فبنسميها عشان كده فانكشنال لير، المنطقه الوظيفيه. طب تعالى للبيس تحت، فيها البيس بتاعت الجلاند اهي والستريت بارت بتاع الارتري، تمام. هنا دي موجوده بيرمننت، يعني ما بتتغيرش في الشعر، لكن ما بتقعش بالهرمونات او بالهرمونال لير. يبقى الفانكشنال لير تاني بقى هي سيك بورشن او اتخن حته، شيد اوف بتقع اثناء المنسترويشن، يعني تحت الهرمونال سايكل بتتغير، سبلايد باي سبايرال كويلد ارتريز، بيزال بارت اللي هو الجزء التحتاني في ديبر او بيرمننت لير، وفي او اثناء المنسترويشن هو موجود، وفي البيزال بارت بتاعت مين؟ الجلاند، والارتري بسميه ستريت ارتريز. المايوميتريوم اللي هي المصل بتاعت اليوترس تتميز انها سيك، تمام، وفيها بلاد فيزلز. حتى كده اللي في العمل تلاقي هي الوحيده في الماسكولوز اللي فيها البلاد فيزلز. بيتكون من انر لونجيتودينال وميدل سيركولار واوبليك واوتر لونجيتودينال. البيريمتريم، مش البريتونيوم، بيريمتريم اللي هي السيروزا او الادفنتيشيا حسب مكانها، هي مغطيه بالسمبل سموس ابيثيليوم، ده لو كان متغطيه بالسيروزا، لكن في جزء متغطي بس بالكونكتيف تيشو اللي هي الادفنتيشيا. التشينجز بقى اللي بتحصل في الاندوميتريوم بنسميها منسترال سايكل او سايكليك تشينجز اوف ذا اندوميتريوم، بتمر بكذا مرحله. المراحل ديت اندر هرمونال كنترول، اللي هي اول مرحله عندي اللي انا فوليكولار فيس ولوتيال فيس ومنسترال فيس. الصوره دي بتوضح لي المراحل دي كلها على بعضها والهرمونال كنترول فوقيها. فعندي في المنسترال فيس المنسترويشن بيقع الجزء بتاع الاندومتريوم اللي بنسميه فانكشنال لير، كان الاول كونجستد بالبلد ومليان بلد ومليان سكريشن من الجلاند، فده بيقع بنسميها المنسترويشن. طيب نخش في مرحله بقى تحت تاثير الماتيور جريفن فوليكلز وطلوع الاستروجين، بيحصل ديفلوبمنت للاندومتريوم، فبسميها بروليفريتيف فيس. بتبتدي البيز بتاعت الجلاند تطول اهي والجلاند تظهر، الارتريز اللي كان ستريت ابتدى يكبر الارتريز ويديني اهو الارتري منطقه، فهنا اصبحت لحد يوم ال 14 بروليفريتيف فيز. تحت تاثير بقى الهرمون استروجين بروجسترون طالع من الكوربس لوتيام، بتبتدي يحصل كونجيشن جلاند مور تورشيس، الجلاند بتتخن اهي تتملي بالسكريشن، بلاد فيزلز تحصل لها سبايرال وتزيد في السكنس. حصلش بريجننسي، هرمونال سبورت مفيش، هوب يحصل شيدنج اوف وتبتدي المرحله من تاني. يبقى بروليفريتيف فيس او استروجين فيس او فوليكولار فيس، يبقى هنا بلاقيها بتبتدي في نهايه المنسترويشن، الديوريشن بتاعتها 12 ل 14 يوم، الهرمونال تحت الاستروجين والديفلوبنج فوليكلز اللي بيطلع من الديفلوبنج فوليكل. ايه اللي بيحصل؟ كل الكلام ده بيحصل لها بروليفريشن، الاندوميتريوم بيكامز ستريت، جلاندز تطبق تيوبيلر الونجيتد ولايند باي سمبل كولامينر، الفاسكولار اليمنت ابتدى اكستندد ويحصل له كويلد. في نهايه الفيز ديت الجلاندز بتبقى كويسه ومليانه بالجلايكوجين والبلاد فيزلز موجوده بتملالي حوالي تلتين الاندوميتريوم. تخش بقى في السكريتوري فيز تحت، بتقعد اخر 14 يوم وتعتمد على البروجسترون اللي طالع من الكوربس ليوتيم. ايه اللي بيحدث فيها؟ السكنس بتاع الاندوميتريوم نتيجه سكريشن للاندوميتريال جلاند او الاديما. ميمي برضه بتقول لي ان في جلاندولار تيشو، انت عارفين ميمي وميكي جمال او كنت احبهم والله وانا صغير، جلاندولار تيشو، جلاندز بيكامز كويلد، اي بي سي ال سيلز بيجينز ات اكيوميتد جلايكوجين، الجلايكوبروتين دايليتد اليومن، يعني بتلاقي الجلاند بتتنفخ، والارتريز مور كويلد. العصوره الجميله اللي احنا بنسميها هنا توتي بتقول لك ايه؟ الفاسكولاريتي هتحصل هي توتي ان هي في اليوم ال 20 من السايكل الاندوميتريوم بيوصل للسكنس 5 مللي، يعني تخن خالص الاندوميتريوم. بيحصل حاجه اسمها ديسيدوال تشينجز، ان هنا الاستروما بتتحضر او الاندوميتريوم بيتحضر لاستقبال الفيرتلايزد اوفر.
من استوريشن بقى ميكي جه والدنيا باظت وشال شنطه وماشي، يعني هنلاقي ايه؟ بشيل بقى الشنطه بتاعتي وما فيش اوفيوليشن، بتاخد لها 3 إلى 5 أيام، البليدنج بيحدث، الدروب للبروجسترون والاستروجين، نقص الدروب الاستروجين، كويلد ارتريز فازو كونستريكشن، بعد كده فازو دايليتيشن، هوب ديس لودنج نيكروتيك تيشو، ويطلع النيوسترال فلويد من الفشل. طيب كده كان حصل تشينجز في اليوترس. تعالى بقى للسيرفكس. السيرفكس ملوش دعوه بالموضوع ده، قال لك انا مش هشتغل في الشغلانه بتاعتك يا اندومتري، لان انا وظيفة تانية خالص. فبنلاقي هنا السيرفكس الوول بتاعه بيتكون ميلي من دينسو كونكتيف تيشو، في ميكوزا، الميكوزا فيها ابيثيليا لايننج اللي هي سيمبل تول كولامينار سيلز سكريتنج، مفيش سيليا، خلي بالك ليه مفيش سيليا، لان انا مش عايز هنا تحريك الزايجود ولا الاوفم. فوق الاوبننج بلاقي الاكسترنال اوس ده سفنكتر، بلاقي يبتدي تغير الابيثيليا من كولامينار الى ستراتيفايد نون كراتينايزد، وبعدين بعد كده يجي يبص على الفاجين. اللامينا بروبريا دينسو كولاجين فايبر، بتحتوي على بعض الاستيك فايبر وجلانديز موجوده في اللامينا بروبريا بتاعت اليوترس، بسميها بتاعت السيرفيس بسميها سيرفايكال جلانديز، بتطلع ميوكاس سيكريشن. هنا في موضوع لي ان السيرفكس اندر جو او في تشينجز اثناء المنستروشن مهمه قوي. بنقول ان التشينجز ديت اللي هتحصل في السيرفكس اثناء المنستروشن بيتغير نتيجه تغيره لانه بيتحضر للشغل بتاعنا. فبنقول هنا عندك في سيرفايكال كاركترز، مفيش تشينجز طبعا متفقين اثناء المنسترال سايكل، يعني مش بتقع، لكن اثناء الاوفيوليشن بقى، اثناء الاوفيوليشن هو بيتحضر، الاقي الميوكس سكريشن اللي هي موجوده من السيرفايكال جلاندز تبقى وتري ميه. ليه؟ عشان لو السبيرم هيخش بيساعد على دخول البنتريشن اوف سبيرم لليوترس. حصل بريجننسي الاقي السكريشن مور تحت تاثير البروجسترون، بيبقى مور فيزيكاس لازق جدا ويعمل بلج، يعمل ايه؟ زي غطاء لليوترس او غطاء الازازه اليوترس زي الفله كده، يقفل اليوترس فبيمنع باسج لاي سبيرم بعد كده او مايكرو اورجانيزم للبودي بتاع اللي حصل بريجنانس. طب اثناء الدليفري بيحصل سوفتنينج ودايليتيشن للكولاجين فايبر نتيجه ريلاكسين هرمون. يبقى ده كان مين اللي هو التشينجز اللي ممكن تحدث في السيرفكس. الفاجينا لها 3 طبقات، ميكوزا ماسكولوزا ادفنتيشيا. الميكوزا عندي ستراتيفايد اسكوماس ابيثيليا نون كراتينايزد، بس هنا مليان جلايكوجين، وهيلعب دور الجلايكوجين ده ان هو تحت تاثير الهرمون بيطلع نيوتريشن، تحت تاثير البكتيريا اللي هي موجوده في الفاجينا يتحول الى لاكتيك اسيد، ماده حمضيه بتخلي البي اتش بتاعت الفاجينا اسيدك، فده حلو جدا لانه يمنع البكتيريا الانفيجن، بس ده مميت للسبيرم. مين بقى اللي بيجي بيعمل نوتراليزيشن؟ قلنا لك البروستاتيك فلو. طبعا مليانه الفاجينا بالسنسوري نيرف اندنج وفيها كابيلاري بلكسس عشان يزود السكريشن اثناء السكشوال استيميوليشن. حصل فيرتلايزيشن، الاوفم اتحدت مع السبير، تكون الزيجوت. الزيجوت ده بيخش ناحيه الكافيتي بتاعت اليوترس اللي هو اتحضر عندي، ويبتدي الصوره ديت نجيبها اهي، ادي الزيجوت، يحصل له انقسام وتديني مجموعه من السيلز بسميها ميريورا. في الميريورا ديت بيظهر فيها كافيتي اهو، وجزء بيزال بارت منها اللي هو اهو، شوف الزايجوت البلاستوسيست اللي هي الكافيتي دي راحه بالبيز بتاعت السيلز، راحه للاندوميتريوم اهي، تلتحم معاها عشان تديني البلاسينتا.
وهي هنا مجموعة السيلز اللي البيزل سيلز تبتدي بقى مجموعتين، جزء مننا موجود ولزق في الاندومتريوم بسميه سنسيتيوتروفو بلاست، وجزء في البيز فوق ده بنسميها سيتوتروفو بلاست. دول طبعا في فرق بينهم هنقولهم بعد شوية. بعد كده بيبتدي تخش الكورونيك فيلاي اللي احنا هنعرفها لها. يعني البلاسينتا هو تمبورال اورجان، هو جانكشن بين المذر والفيتس، يعني بنقول لها ماتيرنال بارت وفيتال بارت، ماتيرنال فيتال بارت اللي هو الكوريون، ماتيرنال بارت اللي هي ماتيرنال ديسيدوال ريأكشن. الكوريون له منه نوعين، طبعا متغطي من بره بالسنسيتيوتروفو بلاست ومن جوه بالسيتوتروفو بلاست، وفي النص جوه في قلب الكوريون في الميزنكايم اللي فيه بلاد فيزلز او كابيلرز بتاعت الفيتس اللي هي لايند بالانفينستريتد اندوثيليوم، وفي سيلز بنسميها ماكروفاج. تعال هنا بقى دي الديسيريا او التشنجز اللي بتحدث في الاندومتريا. الاندومتريا هو اللون البرتقالي ده، فهنا التشنجز اللي حصلت في الديسيريا الرياكشن ان هي بلاقيها مور ديمتاس ومليانه بسيلز اللي هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست سيلز اللي احنا بنسميها ديسيريا الرياكشن موجوده عندنا، بنقول انها جلاندز مور ستريت. بلاقي ان السبايرال ارتري اوبنز للانترفيلاس سبيسز اللي الديسيديوال سيلز ظهرت من الفايبروبلاست. في الشهر الرابع بنلاقي مليانه بدنس فينوس بليكسس. المنطقه دي فين؟ في المنطقه دي اللي انا بسميها ديسيديوال بيزاليز اللي هي موجهه للزيجوت، دي اللي هتكون البلاسنتا. طب قال لك مين بقى الباقي ده؟ قال لك الباقي ده بنسميه ديسيديوال برايتاليز، ملوش دعوه بتكوين البلاسينت. طب المحوط الزيجوت ده بسميه ديسيديوال كابسولاريز، برضه ملوش دعوه بتكوين البلاسينت. مين بقى بيكون البلاسينتا؟ ديسيديوال بيزاليز مع الكوريون ليفز بتاعت الايه البيبي. فهنا مع الكوريون لقوا في نوعين، قال لك الكوريون المشيمه الجرداء اللي هي تظهر فين؟ المشيمه الجرداء دي ظاهره فين؟ اهي هنا، تظهر هنا في الحتة دي في تحت الكابسولاريز، فدي مش هتشارك في تكوين البلاسينتا، فاذا بنسميها الجرداء يعني ملهاش دعوة بها. فكوريون ليفز جنب الديسيدوال كابسولاريز. طيب ان ناحية بقى الديسيدوال بيزاليز قالك الشعساء، يعني ليه؟ لانها بتظهر كده وتخش ببروز جوه الديسيدوال بيزاليز. ياريت برضو تفتح الفيديو في البلاسينتا وتفتح الفيديو وتقرش فيها. فلقينا نوعين من الفيلاي، واحده بتغرز في الديسيديوال بيزاليز والتانيه ما بتغرزش، بنسميها فري فيلاي. لما نيجي نشوف الشكل الاولاني دي برايمري اهي، دخل من بره سنسيتيوتروفو بلاست وفي القلب سيتوتروفو بلاست، دي بنسميها برايمري فيلاس. يبقى البرايمري فيلاس فينجر لايك بروجيكشن من بره السنسيتيوتروفو بلاست، في القلب جواها السيتوتروفو بلاست، بس فول ستوب. نيجي بقى في السكندري، يظهر ادي الميزوديرما اهو، يخش في قلب السيتوتروفو بلاست، بس هنا ما لسه ما كونتش الفيتال بلاد، فبنسميها هنا بدون الكابيلاريز بتاعه الفيتاس سكندري فيلاي اللي هي تتحول الى تيرشري فيلاي فيها بقى بلاد فيزل. يعني معايا هنا مين بقى من بره لجوه؟ سنسيتوتروفو بلاست، سيتوتروفو بلاست، الميزوديرم، الفيتال بلاد كابيلاريز، فدي بنسميها سكندري او تيرشري فيلاي. ماتيرنال بارت اللي هي قلنا الديسيدوال بيزاليز انها الجلاندز بيكمز ستريت، سبايرال ارتري بيملى السبيس، وبنلاقي الديسيدوال بيزاليز بيكمز لوس ومليانه بالفينوس بليكسس. بين الاثنين دول بلاقي البلاسينتا بتخش كترابيكولي او سبتا، فبتقسم البلاسينتا الى لوبس. تعالى للبلاد بلاسينتا البارير بقى، ايه هو البلاد بلاسينتا البارير؟ انا كنت قايل لك ان انا عندي من بره السنسيتيوتروفو بلاست، اخش لجوه الاقي السيتوتروفو بلاست، بعدها الاقي البيزا اللامنه بتاعت التروفو بلاست، الاقي الفيتال كونكتيف تيشو اللي هو الميزوديرم، والاقي بعد كده الاندوثيليوم بتاع الكابيلاريز والبيزا اللامنه بتاعت الاندوثيليوم والاندوثيليوم بتاع البيبي. اهي من بره السنسيتيوتروفو بلاست، سيتوتروفو بلاست، بيزا اللامنة، الاكسترا او اللي هو الميزوديرم،
وبعدين البيزا اللامنه بتاعت الاندوثيليوم، بعدين الاندوثيليوم في طبقه دي بنسميها بلاد تيست سبانر، يعني عشان النيوتريشن من المذر بلاد اللي هو هنا يوصل للبلاد بتاع البيبي لازم يمر بالطبقات دي. طيب ده بيدل معانا لحد الشهر الكام، لحد النص بريجنانسي تقريبا، او نص يعني نقول الشهر الرابع تقريبا. هشيل طبقه بقى اللي هي مين، بص للصوره كده، بص للصوره مين اللي اتشال معايا اللون الاخضر، يعني بشيل السيتوتروفوبلاست، يبقى عندي بس السينسيتيو والميزوديرم والبيزا اللامنة والاندوسيليوم. ايه الوظيفه دي، ربنا خلقها ليه؟ طبعا علشان تقوم عمليه الاكسشينج بين الماتيرنال والفيتال سيركيوليشن، وهو اندوكراين اورجان بيطلع استروجين وبروجسترون، بيساعد برضو في الديفلوبمنت، وبيطلع كوريونيك جونادوتروفينز اللي هو اتش سي جي اللي انا بكشف عليه من الحمل بتاع المظهر. ده كان مين بلاسيدا. تعالى لاخر موضوع عندنا اللي هي الماماري جلاند. ماماري جلاند هي نوترو جلاند، يعني مالهاش كبسول، ده الكبسول بتاعها السكين اهو، السكين من السكين بينزل منه ترابيكولي اهي، بتقسم الجلاند الى فصوص. بس الجلاند هنا بلاقيها في بتمر بمراحل نتيجه التشينجز في المنستريشن، فبلاقي الماماري جلاند هي كومباوند تيوبولو الفيولار جلاند، بس ده امتى؟ لما تبقى سكريتوري ومليانه بلاكتيفيرس داكتس، اللي هي الداكتس اللي هي موجوده هنا في الصوره، لاكتيفيرس داكتس بتفتح في الانتفاخ ده بسميه لاكتيفيرس ساينس، بتفتح بفتحه بره اللي هي الاريو في الاريولا بره. الجلاندز دي طبعا في النبل بروجكشن، وهو براون ان كلر، ومليان سموث ماسل علشان يساعد في الاريكشن اثناء الساكلينج، ومليان نيرف اندنج او سنسورنج. حواليه بتلاقي فيه دايره بني بنسميها الاريولا، تمام. الاريولا فيها جلاندز خاصه بالفيميل او بالميموري جلاند، بس انا جلاندز اوف مونتجومري هي موديفايد سويت جلاندز، وفي مليانه الاستيك فايبر ويحصل ريكس. هنا بقى قصه التي تتم اثناء او تتم اثناء المراحل للميموري جلاند بالهرمونال وبريجننسي. بص معايا هنا، دي قتل بيوبيريتال كونكتيف تيشو كتيره والجلاند الصغيره لسه، وبنلاقي فيها انتفاخ بسميها بالب تيرمينال اند بالب، انتفاخ كده مالوش اي قيمه. طيب ماتوريشن بقى وبس فيرجاين، بلاقي الجلاندز دي الدكتس دي زادت اهي، ومعاها الاديبوس تيشو بس مفيش حاجه تانية، شوف كلها دكت. لكن حصل بريجننسي، الدكتس دي نهايتها بتنتفخ عشان تديني حاجه بسميها الفولاي اللي هي هتطلع الميلك، شوف. وفي نفس الوقت طب هتيجي دي هتاخد تشغل حيز على حساب الكونكتيف تيشو والاديبوز تيشو فيقل. طب حصل بقى لاكتيشن، كلها تتملي بالالفيولاي، يبقى ما فيش اديبوز تيشو خالص، يبقى عندي الدكتز وفيها الالفيولاي. الالفيولاي دي بتطلع ميلك، ميلك ده عايز سيلز تطلع بروتين، يبقى يعني فيها الكاركترز بتاعت البروتين. فاذا النون لاكتيتنج ماماري جلاند او ريستنج ماماري جلاند هي تحت تاثير الاستروجين، مليانه اديبوز تيشو زي ما شفنا في الصوره، ونو كبسول هو السكن ونازل منه في الصوره اللي شفناها من قسمه الكبسول الى لوبز. بنلاقي اللوبز ديت فيها كلها مليانه داكتس 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 داكتس، مفيش اي الفيولاي. طيب السيلز بتاعتي او الداكت سيستم، اول واحده لايند باي سمبل كيوبويدال، تبقى كولامينر، وبعدين تبقى طبقتين من الكولامينر محاطه بالمايوبيسيليال، تروح للاكتيفيرس داكت اللي بتفتح فيها ستراتيفايد كيوبويدال، تفتح على بره بستراتيفايد سكوماس ايبيسيليال. يبقى شوف سمبل كيوبويدال، طبقتين من الكيوبويدال، كذا طبقه من الكيوبويدال، هوب بقى ستراتيفايد سكوماس ايبيسيليال. طيب حصل بريجننسي بقى، يبقى اذا هلاقي في تاثير الاستروجين والبروجسترون والبرولاكتين والهيومن بلاسينتا والاكتوجين، كل دول يعمل ايه؟ الكلر بتاع الاريولا بيزيد، والالفيولاي تبتدي تظهر، هي عباره عن سفيريكال كولكتنج ابيسيريال سيلز تتملي بالميلك. هنا السيلز بسميها الفيولار سيلز، فيها كاركترز بتاعت البروتين سكريتنج اورجانز ار اي ار وجولجي وميتوكوندريا عشان هتطلع الميلك.
ومحاطه بمايو ايبيثيليال سيلز عشان تعمل لها كونتراكشن، وفي بقى كونكتيف تيشو بيقل والاديبوز تيشو. طيب حصل لاكتيشن تتملي قوي بالالفيولاي وتبقى لوكيوبويدال لانها ضغطت بالميلك سكريشن، ويظهر ليبيد دروبليتس لان الميلك بروتين وليبيد، وتبتدي السيلز طبعا تتملي بالكاركترز بتاعه الار اي ار وميتوكوندريا وجولجي. طب حصل في البريست فيدنج استيميليت ريسبتور في النبل يعمل لايبريشن الاوكسيتوسين للمايو ايبيثيليال سيلز، كونتراكشن ايجكشن اوف ميلك، ده بتاخده في الفسيولوجي اللي هو ميلك ايجكشن ريفلكس. طب في السنايل ايش بقى بتاع البريست؟ مفيش بقى لاكتيشن، مفيش هرمونات، فبتقف كل الشغل منها، بيحصل ريدكشن للسايز للمامري جلاند، يحصل لها اتروفي وتتملي بالكونكتيف تيشو. ده كان الريفيجن بتاع المامري جلاند، وثانك يو فيري ماتش.